شنو رايك في اداء رئيس الجمهوريه قيس سعيد في الخمسه شهور هذوما من السنه الحاليه؟ هذه مريقله، احنا شنو نحبوا؟ احنا نحبوا رئيس نظيف. قاعد يخدم حسب رايك؟ انا من رايي قاعد يخدم. بونتو فك مجلس السراق هذاك. وهذا حسب رايك ماشي ويقدم بالبلاد؟ بالطبيعة، أمال شنو؟ هذه ما دام إنسان نظيف بالطبيعة باش يقدم بالبلاد. غير يحطوا له في العصافة العاجلة كل ما يتسموا هذاك. هاو قالوا هز البلاد للهاوية. ليه ماهوش هز للهاوية، الشعب الكل معاه، ماهوش هز للهاوية. هو في قلب بعضه كان يخلوه يخدم تتصلح البلاد. كان يخلوه يخدم. إنسان أنظف إنسان ريته في حياتي. هاني أنا في 70 سنة. عديت على 3 رؤساء دولة. الحقيقة لا. علاش قل؟ ما فماش حاجة تفرح، ما فماش حاجة باهية، يعني نتاع واحد باش يطمح يقول حاجة باهية، فماش. فما شيء يتبدل في البلاد؟ غيان. فما شيء. فماش تغييرات للأحسن مثلا؟ ما ريتش الحقيقة. والله بالنسبة لي أنا راه يخدم في خدمته، يعطيه الصحة. ومش كل حاجة تجي فرد وقت، راه لازمنا نصبروا شوي تو بشوي بشوي تونس ترجع تونس اللي نحبوها احنا. شنو اللي يخليك راضي على أدائه مثلا؟ ما نعرفش، نحس رجع الهدوء، رجع معناتها برشا حاجات حسيتها تقدت على قبل، معناتها عرف كيف يتصرف. وبرشا هنا معناتها يلوموا عليه وكل شيء، انا راه معناتها يخدم في خدمته بالسياسة، مش حاجة تجي فرد وقت، راه ما تجيش كل حاجة فرد وقت، فهمتني؟ بشوي بشوي الصوف يتباع برزانة. قاعد يعمل في شوط به حسب ما نشوف انا. كيفاش؟ خاصة في المدمرين بتاع تونس. اللي قاعد يعمل فيها حاجة بها برشا. حاجة بها برشا. شو اللي أنت من القبل مسانده ولا؟ من القبل أنا. أنا ما نعرفوش خاطر ما كنتش نعيش لهنا أنا، دونك توا يعني عرفت اللي هو أستاذ وعرفت شنو. اللي قاعد يعمل فيه حاجة بها برشا. اللهم صل على النبي، ربي يبارك له وربي يشد له صحة بدنه. راضي على أدائه معناها؟ راضي على أدائه أكثر ما تصور في بالك. شنو اللي يخليك راضي مثلا؟ في كل ما تصور في بالك، يعجبني كل حاجة يعملها يعجبني فيها. قراراته وخطاباته كل حاجة اللي ياخذها بها يحسيله. كي ياخذ موقف في حاجة ينفذ قدرة ربي. إيه على أرض الواقع ما فماش حاجة ملموسة، معناتها للمواطن البسيط ما فماش حاجة ملموسة، وهي للموظف بصفة عامة. معناتها فماش حاجة، فماش تراجع في الأسعار. الناحية الاقتصادية معناتها ما فيهاش حتى، ما شفنا منها حتى انفراج. وتدهور المعيشة معناتها للمواطن. فماش تحسن معناها؟ فماش تحسن. نحكي لك انا من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعيه. بنسبه مئويه تقريبا قديش راضي عليه؟ 50 60؟ بالنسبه لي انا كشخصي انا 100% 100% بالنسبه لي انا. ما نحكمش على البقيه، اما بالنسبه لي انا خاطر انا راها اللي مش كل شيء باش يجي مع بعضه، فهمتني؟ بشوي بشوي خطوة خطوة تتقد تونس. أنت من قبل من اللي تنصب رئيس وأنت راضي على أدائه ولا جوست الفترة هذه؟ من قبل من أول ما تنصب نحسه معناتها يخدم في خدمة نظيفة وماشي في الطريق الصحيح. نقولوا 99.99% ناجح. حسب رأيك باش يقدم بالبلاد؟ إن شاء الله، ديما احنا عندنا أمل باش يقدم. شو الحاجات اللي ماذا بيك ينتبه لها من الرئيس؟ للشباب وال للبلاد باش تقف على ساقيها الأكثرية. كيما شنو؟ مرش كيما المعيشة ياسر غالية. المعيشة ياسر غالية. شنو آخر؟ الخدمة زادة، لازم توفر الخدمة خاطر البلاد واقفة توا، واقفة. فماش المواد الغذائية، كيفاش باش تخدم العباد؟ كيما راجلي أنا مثلا عنده محل باش يخلص خدامه ولا باش يخدم خدامه، وما فماش الفرينه وما فماش اللي باش نخدموا بهم نحن الزيت والفرينه. احنا عندنا ريستوران، الفرينه والزيت المواد الاساسيه المتوفره ان باش نخدموا عائلات في جرتنا ما فماش. خاصه الفلاحه، بما ان احنا البلاد يعني مش تعبه، هي ثروات ما شاء الله، اما عندنا برشا يعني ناس ما شاء الله يخدموا في البلاد يعني بقلبه رب، نقول احنا بلغتنا يا بضمير يعطيك الصحه. ولا
دونك يتلفت لنا للفلاحه خاصه، خاطر الاغلبيه نتاع كيفاش يقولوها ال توسكيلي نقول احنا الفلاحه اللي هي الفيرمات نو اللي كانوا ماخذينها المعمرين نقول احنا هذوك، خاطر هذوك اللي مسكره مسكره واللي قاعدين يتصرفوا فيها ناس يعني يعني باسوام يعني مش رمزيه، خاطر ما كان جات رمزيه مش مثلا مثلا فيما يخص السكك الحديديه اللي كيفاش يقولوها نحن نقولوا كي الدبوات نتاعهم اللي بقاو مسكرين، ثم الناس استغل فيهم يعني بال يعني ب نو 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 يعني باسوام يعني فهمت شنو انا ركزت على الفلاحه ومشيت للسكاك الحديديه، خاطر لو كانوا يتفكر يتفقد الحقيقه خاصه نتاع الشمال الغربي احنا نقولوا تونس ماطر سجنان تبرقة فهمتني، ثم شكون باني على السكه فهمتني يعني ايه، اما انا نقول وتيله ماهوش وتيله اكثر من وتيله يعني حاجه اما ماهوش يستغلوا فيه على خاطر على السكه بتاعت رهن. وهذا هذا مقابل دار اسماعيل في اي ولايه في اي وطن معتمدين تبرقة قفه المواطن، هذيك حاجه اللي ينتبه لها اكثر، خاطر المواطن التونسي ترخص له شويه مثلا في الماء وفي الضوء وفي المعيشه يعيش لاباس عليه، مواطن تونسي سليم كرشو يعني نقول واحد كرشو الدنيا والكرش الا واش كان على كرش المواطن التونسي من هاو قالوا هز البلاد للهاويه، خلي يقولوا كل انسان كما نقولوها على رقبته، اي هو منتبه لكل شيء لما حاله، مانيش باش نجي انا نوريه شنو ينتبه له، ما نعرفش بالنسبه لي انا راه فيه قاعد يدور على كل شيء معناتها النقاط الكل شوي يزيد يتعمق مع التجار مع اللي يبيعوا مع يزيد يدخل معناتها يتعمق فيهم هذوكم، خاطر تو كيما صارت ازمه الحليب ولت معناتها يبيعوا بيع مشروط فهمتني، يجي يبيع لك باكو حليب يلزمك تشي معاه دبوزه مي يلزمك تشي معاه جي يلزمك تشي معاه ما نعرفش شنو، هذوكم معناتها يلزم يتلفت شويه لهم هما كل اللي يبيعوا لا محاله باش يشوفوني باش يتغشوا عليا، اما ذاك الحق فهمتني، وفما اللي يبيع بسوم زايد وكل واحد يستغلوا الفرصه ويبدو تونسي عطيه الناحيه الاقتصاديه قبل السياسي وقبل الاجتماع وقبل كل شيء، عطيه الاقتصاد، خاطر الانسان كي تجوعوا في معناتها في تجوع لولاده ينسى كل شيء ينسى كل شيء، هذا انت ما فماش رؤيه واضحه من ناحيه معناتها الموظف، بالاخص احنا كانت الطبقه الوسطى قبل الموظف هو طبقه وسطى وما يدور العجل الاقتصادي بتاع تونس للموظف للموظف يدور العجل، يجي شوف انت تو معناتها كان تمشي لهيئة البعثين العقاريين مثلا فمش حتى تطور في البناء، مثلا انسان مش يبني كان قبل الموظف ياخذ الكريدي نتاع 10 15 مليون فهمني يبني به دويره معناتها هو معناتها يتجنب الكري تو ما فماش من اللي طلع الرئاسه قاعد نطبع في حركاته ونشوف فيه ونفهم فيه ايش قاعد يعمل اللوبيات هذوما المجرمين هذوما ونعاودها حتى تحب تخصها وتخليها ما خلاوش تعبات تخدم على روح، اذا كان انت تسمع في صفاقه 12 شركه ويقول لي النقابي ندافع عليك انا اليوم انا سيدي تاتا قبل وينك النقابي باش تدافع على الزواليه اللي تخدم في المعمل، تدخل المعمل وتخرج ياخذ عزتك وتقول لها تو نجي نحامي عليك، ها وينك اللي تدافع على المواطن كيما هكا، وين حقوق الانسان، وين 20,000 حاجه مادام راهو عايشها، وين تدخل الاداره ما عندك ما تسمع، قبل كنا هكا قبل راهو تدخل الاداره صدقني تطبق يدخل وزير يطبق صباته الناس تبدا كاينك في الميليتير، اليوم خويا ماشي بتجين والحياة هيجة شبشي لما من هم يقولوا هز البلاد للهاوية هما هزوها للهاوية، والله ما داموا هما هزوها للهاوية، هما دوروا بالعباد بخلوا ما عملوا بالعباد
يشرو فيه ب 30 دينار و 20 دينار ويضربني انا ويضربك انت. شوف الاجرام اللي صاير توا، راجل بتليفونه كيما كينطروه له. شوف الشيء عليه خلوهم العباد كيكه تاكل في بعضها في بعضنا باش معناتها وهما يعيشوا فيها البلاد. شو الميساج تحب توصله له؟ يكمل في خاصة في المجرمين اللي قاعدين يوسخوا في تونس، خاصة سواء كانوا المستثمرين سواء كان رجال الأعمال نتاعنا، تنظيف زاد الوزارات خاطر عندنا عصابات كبيرة، خاصة يتلفت للشمال الغربي بصفة عامة والجنوب، خاطر في العاصمة ديما يعني احنا منسين الشمال والجنوب، يعني نوعا ما ثم عصابات تحكم في المعتمديات وفي الولايات. ربي جاريها على سلاحها والحاجة، وماذا بينا ميساج ما فيه بيس توفر لنا المواد الأساسية هذه باش العبد يتفائل باش يخدم باش نلقاو ما ناكلو نلقاو أبسط الحاجات. 2023 نورمالمون حاجة هذوما متوفرين، ما نقعدوش هكا محلات برشا محلات مسكرة، الخبز ما عادش خالتينا عليه، خبز ما عادش ولينا ناكلو في البيت وناكلو في اليابس، ما عادش موجود الخبز أصلا ما عادش موجود. ربي يوفقك وإن شاء الله تونس ترجع خير، وإن شاء الله من هنا السنوات القدام راهو ما أحسن. قولوا ربي يوجهك خير وإن شاء الله ربي يعطيك القوة وربي ينور ذاتك.